نعم، بحقيقة الأمر هذه المجموعة تدعى فيلق حرية روسيا. سمعنا في الآونة الأخيرة هذا الاسم يتداول كثيرا، سواء في الأوساط الأوكرانية أو الروسية أو حتى في الأوساط الدولية، كون أن هذه المجموعة استطاعت بالفعل اختراق ربما العمق الروسي. وهذه المجموعة تصنف نفسها على أنهم روس ولكن مناهضين لنظام الكرملين ومعارضين للرئيس بوتين شخصيا، بحسب تصريحات المتحدث باسم فيلق الحرية أو فيلق حرية روسيا سيزار كما يسمي نفسه. يقول بأن هدف المجموعة هو إطاحة نظام الرئيس فلاديمير بوتين، لا مقاتلة الشعب الروسي. وطبعا يرفض أي اتهامات توجه للفيلق بالخيانة ضد بلده، كون أن هذه المجموعة روسية، وإنما يقول بأن أعضاء المجموعة والمقاتلين المنتمين إليها يعني يعلمون علم اليقين أن الحرب الأوكرانية كما يسميها هي حرب تعود بالضرر على وطنه الأم روسيا، ولذلك تقوم هذه العملية على حماية الأمن الأوكراني إضافة إلى حماية الأمن الروسي. طبعا مجموعة فيلق روسيا تندرج تحت شعار الحرية والحرية وروسيا، أي روسيا الحرة، و تقوم بالعمليات العسكرية في العمق الروسي. حتى الآن لا يوجد معلومات كافية حول أعداد هذه المجموعة، الطرق التي يتم تمويل السلاح لها، كيف يكون التعامل في ضمن هذه المجموعة، ولكن بحسب صحيفة موسكو تايمز أن من يرغب بالانضمام إليها يخضع لعدد من الفحوصات وعدد من الاختبارات النفسية، كون أن المنتمين روس، لمعرفة طبعا مدى مصداقية هذا الشخص المنتمي، وكون أنه لا يعمل لصالح الدولة الروسية وإنما يأتي بطواعية وبكامل إرادته، لعلمه بأن ما يقوم به هو فعلا لمصلحة الوطن الأم سوريا روسيا عفوا. ولكن بطبيعة الأحوال هو فيلق مصنف إرهابيا في روسيا، وأن من يتم القبض عليه من أفراد هذه المجموعة يخضع لعقوبات تصل إلى السجن المؤبد ويتهم بالخيانة الوطنية بحسب طبعا السلطات في روسيا. هذا الفيلق استطاع القيام بعدة عمليات اعترف بها، منها توغل ضمن الأراضي الروسية في مقاطعة بيلغراد، وعدد من وإطلاق أيضا المسيرات باتجاه موسكو. جميع هذه العمليات تبناها فيلق حرية روسيا، وطبعا نفي كييف لأي تدخل بهذه العمليات. البعض يرجح أن هذا الفيلق يعمل ضمن المنظومة الدفاعية الأوكرانية ويعمل في إطار الجيش الأوكراني، ولكن يتم تسميته بأنه محايد لقيام أوكرانيا بهذه العمليات دون طبعا تسمية نفسها بشكل مباشر تبنيها هذه العمليات، كون أن أوكرانيا أعطت وعدا للدول الغربية وللولايات المتحدة الأمريكية بعدم التدخل في الأراضي الروسية وعدم نقل العمليات إلى العمق الروسي. وبالتالي هذا الفيلق ربما يكون تغطية لعمليات الجيش الأوكراني، ولكن بتسمية مختلفة وبطريقة محايدة وبأفراد روس الأصل، مما يعني هي ضربة أيضا روسيا وللمعنويات الروسية بوجود أفراد معارضين وإظهار هذه المعارضة على الإعلان تحت تسمية فيلق حرية روسيا وبأفراد روس مجندين لهذه العمليات. نعم إسماعيل. أيضا مرام، أعلنت دول بريكس أنها منفتحة على انضمام أعضاء جدد. اليوم ما مدى انضمام أعضاء جدد إلى هذه المجموعة التي تسمى ببريكس والتي تدعو إلى إعادة التوازن في النظام العالمي؟
نعم إسماعيل، أبدأ بآخر ما قلته أنها تدعو للتوازن العالمي في اجتماع وزراء خارجية أعضاء دول البريكس. كان هذا هو الشعار المطروح والأهم في القمة التي جمعتهم في جنوب أفريقيا، وتحدثت هذه القمة عن أهم الأجندة، أجندة الأعمال التي تطرحها دول البريكس، وأهمها هو إعادة التوازن العالمي، الدعوة إلى عالم متعدد الأقطاب، تحييد الدولار والتعامل بالعملات المحلية لهذه الدول، إضافة إلى انضمام أعضاء جدد. وهذا هو العنوان ربما الأبرز لتحقيق هذا التوازن العالمي. هناك عدد من الدول بحسب التصريحات للدول الدائمين في هذه المجموعة، هناك حوالي 13 دولة قدمت الانضمام إلى دول البريكس بشكل رسمي، وستة أعضاء آخرين أو ستة دول آخرين بشكل غير رسمي. من هذه الدول التي قدمت طلبا رسميا هي السعودية، الإمارات، البحرين وعدد آخر، إضافة إلى السير بطبعا الأوراق الرسمية لانضمام كل من إيران والأرجنتين. طبعا بحسب تصريحات وزير الخارجية لافروف خلال هذا المؤتمر المنعقد في جنوب أفريقيا، كانت تصريحاته أو ربما هي تؤدي إلى السعي لعالم متعدد الأقطاب، الابتعاد عن هيمنة بعض الدول التي تفرض نفسها على الدول العالم النامي بحسب تصريحاته، وأنها ستنجح في أن تكون ربما ندا لدول السبع أو مجموعة دول السبع. وبالتالي هذا الطرح ربما أيضا ربما وجه الأنظار العالمية إلى بعض نجاحات هذه مجموعة البريكس من خلال التطور الاقتصادي الملحوظ، من خلال بعض التعاملات المحلية أو بعض التعاملات الدولية ضمن العملة المحلية. وبالتالي ربما بالفعل في حال انضمام هذه الدول المطروحة إلى دول البريكس أو إلى مجموعة البريكس سيكون هناك تطور اقتصادي لافت، وربما فعلا قد يؤدي إلى عالم متعدد الأقطاب. ولكن بطبيعة الأحوال هناك أيضا خلافات تشوب هذه الدول، سواء بعض الخلافات بين الهند والصين التي تعتبر دول دائمة في البريكس، إضافة إلى أن الهند أيضا تعمل كربما شريك للدول الأوروبية، وأيضا الصين التي لا تستطيع أن تخرج عن التعاملات مع الاتحاد الأوروبي كون أنها تقوم في نظامها الاقتصادي على التعامل مع الغرب والدول الأوروبية، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية التي أساسا بعض مجموعة البريكس تكون على الحياد مثل الهند وأيضا بعض دول أمريكا اللاتينية. وبالتالي هناك بعض الخلافات التي ربما تقف عائقا للوصول إلى مجموعة دول البريكس كمنافس لدول السبع. وبالتالي هذه المجموعة لا أحد يمكن أن ينكر مدى تأثيرها اقتصاديا على المجتمع الدولي، ولكن بطبيعة الأحوال لا يمكن في الوقت الراهن على الأقل أن تنافس مجموعة دول السبع اقتصاديا، وهو طبعا العنوان الأبرز لقمة البريكس أو مجموعة دول البريكس، بعيدا عن أي طروحات سياسية أو حتى عسكرية في التعاونات اللاحقة. نعم إسماعيل، أعود إليك. لو انتقلنا إلى معاهدة نيو ستارت، يعني في خطوة مفاجئة بعد قرار روسيا تعليق مشاركتها في هذه المعاهدة، الولايات المتحدة تدعو إلى عقد محادثات حول الأسلحة النووية مع روسيا والصين، كيف يتم قراءة هذه الخطوة؟ نعم إسماعيل، بالفعل هذه الخطوة جاءت ربما بعد تعليق موسكو للاستمرار بهذه المعاهدة الموقعة في عام 2010 بين الرئيس باراك أوباما وديمتري ميدفيديف. هذه التطور أو هذا التطور الأمريكي لا يندرج ضمن إطار ربما تنازل أمريكي أو تراجع من قبل واشنطن عن العقوبات ومدى التهديد الذي قدمته موسكو من خلال تعليق
تعريضها لهذه المعاهدة، إنما جاك سوليفان اقترح قيام إجراء محادثات مع كل من موسكو وبكين بشأن ربما عقد اتفاقيات جديدة أو العودة إلى نيو ستارت من جديد، ولكن بنفس الوقت دعا إلى محاسبة من يقوم بربما اختراق هذه المعاهدات وتشكيل تهديد نووي بشكل عام ودوليا من خلال الابتعاد عن هذه المعاهدة. جاك سوليفان قال بأنه مستعد للتفاوض مع كل من موسكو وبكين أيضا، لم ينئي بكين عن خطر الابتعاد عن هذه المعاهدة، أيضا كون الصين صرحت بأنها لن تقوم بتوقيع أي معاهدات مع الولايات المتحدة ريثما تصل بترسانتها النووية لما يعادل ما تملكه واشنطن من أسلحة نووية. لكن هذه الخطوة طبعا تندرج في ربما خفض التصعيد النووي، وخاصة بعد نشر الرئيس بوتين ترسانته النووية على حدود بيلاروسيا وعدم إفصاحه عن أي معلومات حول البرنامج النووي. وأيضا واشنطن بالرغم من دعوتها للمفاوضات مع كل من روسيا والصين، ولكنها قالت أيضا بأنها ستعلق أي معلومات تخص تحديث ترسانتها النووية أو حتى إطلاق أو عمليات إطلاق الصواريخ النووية التي ستقوم بها مستقبلا. هذه الخطوة ربما هي فعلا خفض للتصعيد. ننتظر الرد الروسي حيال هذا الطرح الأمريكي، وأيضا الرد الصيني بخصوص الدخول بمعاهدات مع كل من موسكو وواشنطن. وبالتالي هي خطوة ربما جريئة من قبل واشنطن، ولكنها تحمل تبعيات أيضا في حال عدم الموافقة وعدم عودة موسكو لهذه المعاهدة. سيكون هناك تبعيات بفرض المزيد من العقوبات، أيضا إخفاء المعلومات الأمريكية عن موسكو، وأيضا بالتالي العودة إلى تصعيد جديد نووي ربما قد يؤدي إلى مواجهة ربما ولو كان على غرار الحرب الباردة بين كل من موسكو وواشنطن، إضافة إلى الطرف الثالث بكين. نعم إسماعيل أوديغا. جزيل الشكر مراسلتنا مرام الحمصي، كنت معنا من موسكو، شكرا على هذه المداخلة.